Kasım 2019 günlerden pazartesi Tokatır Bağpınar köyünden olup hala ikamet etmekte olan Erbaba esnaflarımla Yılmaz Bektaş'ın babası Veysel Bektaş şu anda cenazesindeyiz. Hamadut mezarlığına geldik. Biraz önceye kadar canlı yayındaydık. Telefonumuzun şarjı bitti. Şimdi bahtan devam ediyoruz. Seni kim çekecek bak? Sen çekerim. Zor biraz ama. Niye? Çekerim de. Benden öyle gidersen çekerim diye. Ya bırak kötü ya. Hep fareler var yerin altında. Fare mi? He, tala fare. Hep delik deşik etmişler. Musa Bey, baksana şuraya. Kimse hazırlığı olmadan buraya gelmesin. Hep fare dolu eşmişler baksana. Onu yaradan bilin inşallah. Valla. İyi hazırlık yapın. Kalabalık cemaat var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. واغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين. أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. يا الله يا رحمن جل جلاله، يا أحد يا صمد يا من أنكمددي وعليك معتمدي، أجل أجل فرحي وفرح إخوان المسلمين بحرمة سيدنا محمد العربي وبحرمة اسمك العظيم الأعظم وبمعقد العز من عرشك ومنتهى الفضل في كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا إلى أحسن القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا إلى دينك الإسلام وإطاعتك. اللهم أتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطلة يا قوي يا ضعيم يا حي يا باقي. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند القبر، حسبنا الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت. Ya Rabbel Alemin, lütfi kereminle okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve okunan Yasin-i Şerifleri, Tebareke-i Şerifleri, getirilen salavat-ı şerifi, tehlil-i tesbihi, evvelen bizzat hurasa-i kainat, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, Resul-ü Segaleyn, İmam-ül Harameyn, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mücella ruhuna tarafımızdan acizane, fakirane fakat meşrurane hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, eshab-ı küzin, ensar muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazretinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ulema-i amilin, sulaha-i salihin, agniya-i şakirin, fukara-i sabirin, nevverallahüme râgıdehüm ecmain, musannifin, müellifin, silsile-i sadatin el-kiram, efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar ne kadar peygamber-i izan ve rüsul-i kiram gelmiş ve geçmiş ise cümlesinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Mağrib ile maşrik arasında isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bu vatada, bu millete, bu dine hizmet etmiş meçhul askerler, malum mücahidun zümresine ilhak eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu anda cemiyetimize, şu anda ellerini açıp gönüllerini sana verip amin amin diyen cemaatimizin de geçmişlerinin ruhlarına ve kendi ruhlarımız makamına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda huzuruna tevdi eylediğimiz, ebedi istirahatına senin huzuruna gönderdiğimiz Veysel amcamızın da ruhuna okunan Kur'anlardan hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ruhunu pür nur eyle ya Rabbi. Amin. Kabrini cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Sual-i nekir ve münkerinin suallerine asan ve muktedir cevap eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, şu konuşan diller durduğu an, can hulguma dayandığı zaman, son nefesimizi Azrail'e teslim etmek üzereyken buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la
ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Çene kapamız cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kara toprak üzerimize örtüldüğü zaman men Rabbike ve men nebiyike diye sual sorulduğu an bizlere kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Milletimizi, vatanımızı afat-ı araziye ve afat-ı semaviyeden muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi, vahdetimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamün alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hocam bir teşekkür et. Cenaze sahipleri adına, cenazeye katılımımızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Cenaze sahipleri şöyle müsait bir yere geçerlerse taziye için taziyeleri kabul etsinler.